بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي اجمع ثانية ثانوي علوم تجريبية وتقنية رياضي ورياضي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بمراجعة شاملة في الاحتمالات حيث نقوم بحل هذه التمارين الأربعة فاللول ولادي ما أنصحكم إلا بهذا الكتاب راه فيه دروس ملخصة تمارين اختبارات وفروض وفي جميع المحاور كما ننصح ولدي وبنتي جيب معك كراس وقلم ونتعلم نتعلموا كيفاش نحلوا تمارين هذه مختلفة الأفكار واش قال التمرين الأول قال قطعة نقدية غير مزيفة ذات وجه نرمز له ب وظهر نرمز له ب بي نرمي القطعة أربع مرات متتابعة ونعبر عن الحوادث التالية عندنا أ الحادثه الأولى الحصول على أربعة أوجه يعني أربعة F ب الحصول على وجهين وظهرين سي الحصول على ثلاث أوجه قال واحد باستعمال مخطط بالشجرة وضح جميع الحالات الممكنة اللي هي شجرة الإمكانيات ثانيا قال باستعمال أو أحسب احتمال الحوادث أ أ بار و بي و ثم التمرين الثاني قالنا إذا علمت أن بي لي أ تساوينا 0.45 و بي لي بي 0.6 و بي لي أ اتحاد بي يساوي صفر ثمانية أحسب بي أ بار بي بي بار بي أ تقاطع بي و بي أ تقاطع بي بار التمرين الثالث قال زهر نرد لكن كيف هو مزيف أنا مدريشي على شكل رباعي وجوه أوجهه تحمل الأرقام من واحد إلى أربعة حيث احتمال ظهور كل وجه متناسب مع الرقم الذي يحمله. نرمي هذا النرد مرة واحدة ونسجل النتيجة الظاهرة قال أوجد احتمال كل وجه من أوجه هذا النرد المزيف تبعوا بشوية التمرين الرابع قال يحتوي كيس على خمس كريات منها ثلاثة بيضاء تحمل الأرقام واحد اثنين ثلاثة وكريتان حمراوتان تحمل الرقمين أربعة وخمسة قال لا نميز بينها باللمس قال اسمع مليح قال نسحب كرتين كريتين على التوالي دون ارجاع ونسجل النتيجه قال لتكن الحوادث التاليه: ا آه الكريتان حمروتان، ب الكريتان من نفس اللون، سي الكريتان من لون مختلفان ودي الكريتان تحمل رقمين زوجياً. المطلوب شكل شجره الامكانيات لهذه التجربه العشوائيه. ثانيا قال أحسب بيلي لي أ بيلي بي لي بي بي سي بي دي و سي تقاطع بي يعني بي هو احتمال قال ثانيا يؤدي سحب كرية حمراء إلى ربح ثمانية آلاف دينار جزائري وسحب كرية بيضاء إلى خسارة أربعة آلاف دينار جزائري نعرف المتغير العشوائي إكس الذي يأخذ الربح المحتمل في هذه اللعبة أو في اللعبة قال ألف عين قيم إكس الممكنة بقى عرف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي إكس جيم قال احسب الامل الرياضيه وهل اللعبه مربحه ثم دال قال احسب التباين والانحراف المعياري للمتغير العشوائي اكس لاحظوا هنا يعني راه كل ما نحتاجه في هذه المراجعه لكن وصي وليدي وبنتي اصبر على الفيديو ما تقوليش طويل لان راني دين فيه فايده في ليك اذا ننطلق بحل التمرين الاول حل التمرين الاول قال لاحظوا معايا قطعة نقدية تعرفوا الدراهم غير مزيفة يعني ظهور الو... الو... الوجه أو الظهر كيف كيف قال نرمي القطعة أربع مرات متتابعة شحال يرميها أربع مرات ونعبر عن الحوادث التالية السؤال هو باستعمال مخطط بالشجرة وضح جميع الحالات الممكنة نتابع الآن نقطة نقطة كيفاش رايح نصنعوا هذا المخطط نتابع جيداً اذا لاحظوا معايا شجرة نبداو نعمرو عندنا الاولى الرميه الاولى هذه تمثل الرميه الاولى اذا اذا سميناها هذه رميه واحد حنا لما نرموها نجمعها واش تخرج لنا تخرج لنا الا اما فاص او بي هذه الرميه الاولى الرميه الثانيه لاحظوا معايا مليح باش تعلموا الرميه اثنين واش تخرج لنا اما لاحظوا معايا اما فاص اما بيل او من هنا اما فاس او بي جي هنا كذلك الان التي بعدها الرمية الثالثة واش تقدر تخرج تبعوا معي تخرجنا اف بي اف بي او اف بي او اف او بي نجو الان الى الرمية الاخيرة الرمية الرابعة تخرجنا اف بي اف بي اف بي او اف بي او اف بي اف بي اف بي اف بي هذه كيفاش نقصدو بالشجره شوف هذه تمثل الرميه الاولى هذه الرميه الثانيه هذه الرميه الثالثه وهذه الرميه الرابعه كل وحده كيف في هذه الرميه الاولى الرميه الثانيه الرمية الأولى الثانية الثالثة الرابعة لو نجي ونشوف هنا عدد الإمكانيات شعر الكائن من واحدة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ربعة عشر، اثناش ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر كانها ستة عشر الامكانيه صاحة. أو بصيغة أخرى كل واحد بما أن هذه القطعة النقدية شعر عندها من وجه عندها زوج وغير مزيفة معناه كل واحد يدي نص هذا يدي نص كل واحد فيهم يدي نص كلها متساويه الاحتمال تخيلوا هذه كامل قلنا يدونا نص نص كما راكم تشوفوا عمر كلش كلش نص نص علاه لان القطعه النقديه غير مزيفه صح 12 شجره تاعنا السؤال اللي بعده اذا قال باستعمال مخطط الشجره وضح جميع الحالات ها هنا جميع الحالات قال احسب احتمال الحوادث ناتي الان الى حساب احتمال الحوادث نطق ولم الى الحديثة ا واش تمثل لنا الحادثه تبعوا لدي ا الحصول على وجه الحصول ب على أربعة اوجه يعني أربعة اف وحنا رانا نقولوا كل واحد يدي نص كامل تخيلوا كل مخرج له نص من الاحتمالات كامل كامل أربعة اف رانا نشوفوا هنا وين جايه واحد اثنين ثلاثه اربعه فقط صباح الله تساوي واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين وتساوي واحد على ستة عشر هذا هو بيلي أ خلاص واضح نجو الآن إلى بيلي بي بيلي بي وشنو هو بي أستاذ الحصول على وجهين وظهرين يعني اثنين المقصود هو اف اف و بي بي نشوفوا وين راهي الطريق هذه الطريق هذه لو كان نبداو نحوسوا عليها ونشوف وين نقدروا نصيبوا زوج اف وزوج بي نجوا هذه لا هنايا كاين وحده برك بي نجوا لهذه شوفوا معايا اف بي اف اف لا أف بي بي أف هاي وحدة شوفوها وراي وضح أستاذ بشوية لي. هاي ليك شكون هي هي أف بي أف بي بي أف الحالة الأولى الحالة الثانية لو نجي من ونشوف أف بي 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 لا ولا خلاص هذيك من معها نجدر كل ذي ذا الطريق بي اف 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 لا بي اف بي 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 اف شوفوا بي بي اف بي اف بي اف او بي بي اف اف بي اف اف شوفوا بي عفوا بي بي اف اف او بي بي لا سما شحال كاين نصيبو كاين ثلاثة نتابع جيدا مليح مليح اذا واش عندنا كاين عندنا أربعة ولادي ها هي وحدة شوفوا هاي طريق اف اف بي بي اف اف بي بي عندنا الثانية اللي هي اف بي بي اف 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 بي بي اف اذا شحال كاين كامل كاين قلنا أربعة ها هي وحدة شوفوا وحدة اثنين ثلاثة اربعة يعني تصبح لنا مباشرة تصبح لنا الطريق الاولى شوفوا الطريق الاولى وين راهي ها هي لكم واحد في اثنين واحد على اثنين في واحد على اثنين شوف واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين واحد على ستاعش الطريقة الأولى الطريقة الثانية كذلك واحد على ستة عشر اللي بعدها واحد على ستة واللي بعدها واحد على ستة عشر يا أستاذ لي واحد على ستة ها واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين في واحد على اثنين ثاني كذي كيف كيف واحد على اثنين كيف كيف مع هذه كيف كيف مع هذه كيف كيف شحال ترجع لنا ترجع لنا ربعة على ستة عشر وتساوي لنا واحد على ربعة عاودوها وحدكم تبعوا باش تعلموه لازم تكون تشوفوا مليح صح نروحوا الان الى بيلي بي بيلي ا بار ربما كان يقول نسيتها لا بيلي ا بار حنا نعرفوا بلي بيلي ا زائد بيلي ا بار يساوي لنا واحد دائما احتمال الحادثه مع الحادثه العكسيه تاعها تساوي واحد ومن هنا ندو هذا من صبح لي بي أ آه بار سوينا واحد ناقص بي أ آه وتساوي واحد ناقص واحد على ستة عشر نوحدو هنا المقام ستة عشر ستة عشر صبح لنا خمسة عشر على ستة عشر هذا هو بي أ آه فقط بار بيلي أ آه بار نجول الآن إلى الى بي لي سي بي لي سي واش هي السي قال لنا الحصول على ثلاث اوجه ثلاثه اف ثلاثه اف شوف وين راهي طريق هاي طريق وحده اف شو نوضحوهم هاي طريق وحده اف اف بي اف هاي هنا وحده ولا هاي وحده اف 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 بي توها خلاص منا كاين زوج منا كاين زوج منا كاين زوج منا كاينه وحده درك نجول لي هاي وحده هاي وحده ورى يا استاذ بي اف 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 ومن بعد بي اف بي لا هنا ثاني كاين زوج منا ماكش تسمى شحال ترجع لنا ترجع لنا كاين ثلاث حالات صباح لنا لي سي شي يساوي واحد على ستة زايد واحد على ستة زايد واحد على ستة عشر, عشر. عشر. وتساوي ثلاثة على ستة عشر وتابع جيدا إذا هنا نعتذر ما زالت كاينة وحدة إذا هاي وحدة هاي الزوج هاي ثلاثة وهاي هنا أربعة نعتذر واحد على ستة عشر وتساوي لنا شحال أربعة على ستة عشر تلاتة ثلاثة أفرام كينا شوفوا كينا هذه وكينا هذه وكينا هذه وكينا هذه تولي تساوينا واحد على عفوا نختزلوا أربعة تصبح لنا واحد على أربعة إن شاء الله راكم فهمتوا التمرين الأول نأتي بعدها بعد ما أنهينا من التمرين الأول التمرين الأول ما فوش في الأصل واعر لازم تكون تشوفوا مليح فقط صح نجول الآن إلى حل التمرين الثاني قلنا لازم هذه المراجعه تفهموها مليح مليح ولاد حل التمرين الثاني لازم كي تكمل هذه المراجعه لازم تكون خارج تفهم فاهم الاحتمالات قال لي اذا علمت ان بيلي سوي بيلي بي لي ا آه تساوي بي لي بي وبي لي ا اتحاد بي يساوي حساب اولا بي لي حساب نبداو بي لي ا بار قلنا نحن بي لي ا زائد بي لي ا بار قلنا شحال يساوي يساوينا واحد دائما احتمال الحادثه مع الحادثه العكسيه يساوي واحد ومنه بي لي ا ننقلوا هذا ما تصبح تساوي لنا واحد ناقص بي لي ا يعني بي لي ا بار حسابات فقط تصبح تساوي لنا واحد ناقص صفر خمسه واحد ناقص صفر خمسه وربعين راح ترجع لنا بيلي أبار نجيبو الآلة الحاسبة واحد ناقص صفر ف... عفوا واحد ناقص صفر فاصل خمسة وربعين راح تعطي صفر خمسة وخمسين إذا صفر فاصل خمسة وخمسين جيب معاك آلة حاسبة باش تحسب معانا نروحو الآن كذلك إلى بيلي ببار كذلك أكيد بيلي بي بار نفس الخطة تساوي لنا واحد ناقص بيلي بي كيما درنا هنا ومن يصبح لي بيلي بي بار واحد ناقص صفر فاصل ستة صبح لنا بيلي بي بار تساوي لنا صفر فاصل ربعة بحيث دائما كي تجمع هذه مع هذه لازم تعطيك واحد صح نروحو الآن بي بيلي أتقاطع بي نحن نعلم ان بي لي ا آه اتحاد بي يساوي لنا بي لي ا آه زائد بي لي بي ناقص بي لي ا آه تقاطع بي هذه قريتوها قانون ومنه واش ترجع لنا هذا رجعوه من وذا رجعوه من شا تصبح لي صبح لي بي لي ا آه تقاطع بي يساوي لنا بي لي ا آه زائد بي لي بي ناقص بي لي ا آه اتحاد ب ما فهمتش استاذ هذا قانون تكون حافظ على عندك الكراس ومنو كيرجع هذا من يرجع زايد وهذا يرجع من يرجع ناقص ترجع لي بي لي ا آه. تقاطع بي بي لي ا آه عندنا اللي هو صفر خمسة وربعين بي لي بي صفر فاصل ستة ناقص بي لي ا آه تقاطع اتحاد بي ها هوينا صفر فاصل ثمانية ومنه آه. بي لي أ تقاطع بي يساوي نجو لهنا ونحسبو على الحاسبة ترجع لنا هذه إذا صفر خمسة وأربعين زايد صفر فاصل ستة ناقص صفر فاصل ثمانية راح تعطينا صفر خمسة وعشرين هاي ليكم صح بعدها قال لي حسب لي بي لي ا آه تقاطع تقاطع كل بار تبعوا معنا مليح ما معناها معناها دروك نديرو كامل خير الكلام نديرو هنا كامل بار 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 بار, بار. صبح لي هكذا بي لي ا آه تقاطع بي بار يساوي لنا بي لي ا آه بار زائد بي لي بي بار ناقص بي لي ا آه تي حد بي بار كيف كيف لكن هذه ما عندناش هذا ما عندناش نجبدوه كيف كيف عندنا بي لي ا آه اتحاد بي زائد بي لي ا آه اتحاد عفوا اتحاد بي بار يساوي واحد ومنه بي لي ا آه اتحاد بي بار يساوي لنا بي لي ا آه اتحاد بي ناقص آه واحد نرجعو هذا منه كيما خدمنا مع هذه عفوا كيما خدمنا مع هذه ومن هو ترجع لنا ترجع لنا بيلي ا آه. اتحاد بي بار يساوي لنا اتحاد الاخر تاعنا ها عندنا هنا 0.8 عفوا 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 واحد ناقص سمحولي لي ا آه. اتحاد بي اسمحوا لي صح ولادي هذا آه. نقولوا منه واحد ناقص شويه ممكن تعب لنا واحد ناقص صفر فاصل ثمانية وتساوي لنا صفر فاصل اثنين هاي ليكم ومن هو درك واش ندير تصبح لي بي لي ا آه تقاطع بي بار يساوي هاي القاعدة هذه عندنا هاي صفر فاصل خمسة وخمسين زي بي لي بي بار عندنا صفر فاصل ربعة ناقص هذه وين هذي هذه ها هي وين راي؟ صفر فاصل اثنين ترجع لنا هذه نحسبها بالآلة الحاسبة أصبح سفر صفر خمسة وخمسين زائد صفر فاصل أربعة تساوي ناقص صفر فاصل اثنين تعطينا صفر خمسة وسبعين هذه هي بي لي أ تقاطع بي الكل بار نفس الفكرة ولادي خلاص كملنا مع التمرين هذا نجو الان الى التمرين اللي بعده هذا هنا راح نطبقوا اش طبقنا طبقنا خواص قوانين فقط قوانين وطبق نجو الان الى زهرة النرد التمرين الثالث لاحظوا معايا هذا التمرين يحتاج الى نوع من التركيز معايا قالنا زهرة نرد مو... زهر نرد مزيف دومينا لكن متريشيا مش الاوجه تاعها عندها نفس الاحتمال لاحظوا معايا مليحة مزيف على شكل رباعي الوجوه يعني ماهوش جاي دومينا سداسية جاية رباعية كيما الهرم صح قال رباع الوجوه اوجه تحمل الارقام من واحد لربعة يعني هذا الوجه واحد هذا اثنين هذا ثلاثة هذا اربعة جينا هكذا قلنا جينا كيما هكذا راكم ديجا قريتو بكري هذا هكذا جاي كاين هنا عدد وهنا, عدد وهنا عدد وهنا عدد وهنا عدد ولا رقم قال من واحد حيث احتمال ظهور كل وجه متناسب مع الرقم الذي يحمله هذه الكلمه لازم تفهموها نرمي هذا النرد مره واحده ونسجل النتيجه الظاهره واش راه قصد الاستاذ هذه ما فهمتهاش هو اصلا عدد الوجوه تاعو راهي عندنا مرقمة من واحد لاثنين لثلاثة ربعة اذا سمينا هذا اكس اي ولا قيمته وتبعوا الفكره اولا نقول احتمال كل وجه نشوفوا هنا هي. كلمه كل وجه متناسب احتمال ظهور كل وجه متناسب مع الرقم الذي يحمله هو المقصود كلمة التناسبية اللي هي هذه هذه يعني الوجه الاول احتمال الوجه الاول متناسب مع رقم واحد احتمال الوجه الثاني متناسب مع رقم اثنين احتمال الوجه الثالث مت... مت... متناسب مع ثلاثة واحتمال الوجه الرابع متناسب مع العدد هذه كلمة شوفوا احتمال ظهور كل وجه متناسب مع الرقم الذي يحمله احتمال الوجه الأول اسمه بي واحد يكون متناسب مع واحد، يعني كيما راكم تشوفوا خلاص، هذه هي العلاقة اللي راح نحلو بها التمرين. مع كذلك واش نعلم؟ نعلم باللي مجموع الاحتمالات بي لي ا اه زائد بي لي عبوان اه بي واحد زائد بي اثنين زائد بي لي ثلاثة زائد بي أربعة يساوي لنا واحد. قريتوها؟ مجموع احتمالات أي متغير عشوائي، مجموع احتمالات تاعو يساوي الواحد. هذه المعلومة تاع طيب التناسبية والمعلومه الثانيه انه مجموع الاحتمالات دائما تساوي الواحد دروك من هذه وهذه لازم نجبدوا احتمال تاع كل وجه تبعوا معايا هنا لو كان نجي لهذه بي لي 2 على بي على ف على 2 راهي تساوي لنا بي لي 1 على 1 نديروا جداء الطرفي وجداء الوسطي واش صبح تصبح لنا بي لي 2 هذا في ذا يساوي هذا في ذا يساوي لنا 2 بي لي 1 نزيدوا درك ذا مع هذا هيا جداء الطرفين في جداء الوسطين سبحنا بي لي ثلاثة بي لي ثلاثة في واحد تساوي لنا ثلاثة بي واحد ثلاثة بي واحد نروح الآن إلى بي لي أربعة هذا في ذا يساوي هذا في ذا يساوي لنا أربعة بي لي واحد صحيح درك دي دير أستاذ واش راك دير نجو هذا هذا القيمة نعوضها له وهذه نعوضها له وهذه نعوضها له وهذه وبيلي واحد تقعد هي مشات تصبح لكم بيلي واحد زايد هذه عوضها هنا تصبح لنا اثنين بيلي واحد زيد هذه جيبها هنا زايد ثلاثة بيلي واحد زيد وجيبوا هذه هنا زايد أربعة بيلي واحد شحال تساوي تساوينا واحد ممتاز لاحظوا معايا هذا مع سبعة تسعة عشرة عشرة بيلي واحد تساوي واحد ومن بي واحد يساوي واحد على عشرة هنا خرجنا احتمال الوجه الأول وهذه الفكرة راهي جات حتى في أحد البكالوريات صح يبقى لنا بي اثنين شحال يساوي بي واحد صبناه عشر عشر في تعطينا اثنين على عشرة بيلي ثلاثة عوض فقط توينا ثلاثة في واحد على عشرة ثلاثة على عشرة بي عفوا بي لي ربعة شحال يساوي سينا ربعة في واحد على عشرة سينا 4 على عشرة إلا حبينا نختازلو هنا نقلبوها واحد على خمسة هذه تبقى كيما راهي ويبقى تبقى لنا اثنين على خمسة بحيث لو نجمع احتمال تاع هذا زايد هذا زايد هذا زايد هذا, هذا راح نسيبو واحد دير بوز للفيديو عاود الفكرة وحدك الفكرة اللي لازم تفهمها هل تجي في راسك هذا الكلام ولا ما يجيش؟ كلمة كل وجه متناسب مع الرقم الذي يحمله هذا هو المقصود ومجموع الاحتمالات يساوي لنا واحد ومن ثم حلينا الجملة وتحصلنا على الجواب بكل اريحية خلاص هذه ما معناه نرد مزيف معناه الاوجه توعه ما يجوش عندهم نفس الاحتمال نجيو الآن إلى التمرين الرابع كذلك التمرين الرابع راهو هايل التمرين الرابع اللي هو الأكثر شيوعا في الاختبارات والفروع نسيبه من هذا النوع بزاف صح واش قال لنا تبعت فولادي قال لنا باللي يحتوي كيس على من على خمس كريات شحال من كريه خمسه هذه وحده قال لنا منها ثلاث كريات بيضاء تحمل ارقام واحد زوج ثلاثه وكريتين حمراء تحمل الرقمين ربع وخمسة لا نميز بينها باللمس بما أن كلمة لا نميز معناه ظهور أي كرية عندهم نفس الاحتمالات ماشي كيما هذا هنا مزيف صح قال نسحب كرتين على التوالي دون ارجاع كلمه دون ارجاع لازم تفهموها باللي رايح اللي تخرج تخرج من الكيس ما ترجعش اسم العدد يتم ينقص عدد القريصات ولا الكريات قال لي تكون الحوادث التاليه اسمعوا معايا مليح ا كريتان كريتين حمراوين ب كريتين من نفس اللون سي كريتين من لونين مختلفين ودي كريتين تحمل رقمين زوجيين السؤال شكل شجره إمكانية هنا الاولى نقول هكذا نرمز للكريه البيضاء بوش ب ننزلها مثلا ب ونرمز للكريه الحمراء ب ار وركزوا معايا بشويه صحة دوكا نجيو نخدموا هنا شجره شجره الامكانيات تبعوا معنا هنا كيفاش غنخدموها ركزوا معايا نقطه نقطه نتابع جيدا اذا ننطلقوا قولتي نبدا اولا بالسحبه الاولى لاحظوا هنا بتعلموا مليح سحبه واحد السحبه الاولى واش يقدروا يخرجوا منها قبل يعني كلمه السحبه الاولى معناها واش عندي في الكيس شوفوا اما تخرج لي عندي الاولى قبل ما تخرج في الكيس واش عندي عندي بي واحد اللي هي الكريه رقم واحد تحمل رقم واحد ودي اثنين وهذه ثلاثه او عندي كذلك عندي ار واحد ار 4 عفوا ار أربعة و عفوا و عفوا استاذ منين جبتهم هام تحملوا الارقام الاولى تحمل رقم واحد اثنين ثلاثة والأخرى تحمل ربعة خمسة هاي لكم ها هذه السحبة الاولى شوفوا الوقت اللي قبل يعني قبل الساشي محطوط قدامك هذيك تمثل لك سحبه با تفهم مليح كلمه سحبه الان جبدنا الكريه الاولى وكل وحده في ذي الحاله هنا شحال راهي تدي راهي تدي واحد على خمسه ركزوا معايا مليح كل وحده الاحتمال تاعها راه واحد على خمسه لان عندنا شحال عندنا عندنا خمس كريات بتفهموا الفكره الان دركا جبدنا الاولى وما ترجعش شحال يبقاو يبقى ربعة عليها شوفوا هاي خرجوا هنا بربعه لو كان السحب على التوالي بارجاع يبقى لنا خمسه لان اللي نجبدوها نعود نرجعوها لكن هو قال دون ارجاع يعني نجبد كانوا خمسه هاي خرجت واحده شحال غادي يبقى ربعه شاي لنا تخيلوا خرجت ذي تبقى لنا ب او بثلاثة او ترجع لنا R عفوا R 4 أو R 5 في الحالة الثانية واش تقدر تخرج ذي إلا خرج ذي واش يبقى لنا؟ يبقى لنا B1 و B2 و R 4 و R 5 ركزوا معايا مليح أو تخرج لنا إلا خرجت B3 تبقى لنا واش؟ تبقى لنا B1 و B2 و R 4 و R 5 نجيو دركا الى خرجت ار شحال ار 4 تبقى لنا بي 1 بي 2 بي 3 و ار 5 او الى خرجت ار 5 تبقى لنا بي 1 بي 2 و بي 3 و ار 4 هذه تمثلكم السحبه الثانيه يا جماعه نحبكم لازم تركزوا معايا ما فهمتش يا استاذ لاحظ قبل ما نتوشو كامل الكيس شعل كاين فيه خمسه هذه هي تمثل خمسه كاين كرية بيضاء تقمر واحد تحمل رقم اثنين تحمل رقم ثلاثه كوريه حمراء تقمل ربعه كوريه خمسه تقمل خمسه دروك الا جبدنا شحال يبقى يبقاو لنا ربعه ها هم ربعه تخيلوا لو كانت تخرج البي واحد خلاص بي واحد شحال عندنا اصلا حنا وحده هي خرجت تبقى لك البي اثنين البي ثلاثه البي ربعه, البي ربعة والار خ... الآر ربعه والار خمسه إلا خرجت درك ذي هي كاينه واحده وراهي برا خلاص السحبه الثانيه تكون غير موجوده أصلا هذه اشتكي كاين في الكيس المره الأولى شوفوا اشتكي كاين في الكيس المره الثانيه غير تخرج ذي تعود ماكانش هنا بتفهموا الفكره يعني درك ما معناه معناه الاحتمال تاع كل وحده يولينا يساوينا واحد على من؟ على ربعه أن هنا كاين واحد من خمسه هنا كاين واحد على ربعه كل وحده تدي واحد على ربعه شوفوا مع الفكره صاح دركا هذه شجرة الإمكانية الإمكانيات الإمكانية تعي كامل مذكورة لكن هو ما قالش ذكرهم قال لي أعطينا الشجرة أعطينا من الشجرة درك نجو للسؤال قال لي أحسب الإحتمالات حساب ننطلقوا الآن إلى بيلي أ آه. وشنو هو بيلي أ؟ آه؟ ما تخافوش ولادي لازم الشجرة صحيح خلاص الكريتان حمراوات كريتان حمراوات وين هي الطريق؟ اللي راه يبنوا فيها زوج روج ها طريق وهاي طريق فقط مكاش طريق واحد اخر هنايا كل هنا كل هذا الطريق كامل كل واحد يدي واحد على اربعه وهذه كل واحد يدي واحد على خمسه تولي لنا تساوي لنا واحد على خمسه في واحد على اربعه الطريق الاولى هذا وذي او هذه وهذه هذا وهذا تصبح لك او كلمه او دائما زايد واحد على خمسه في واحد على اربعه عاود استاذ اما الطريق هذه كي تقول هذه معناها هذا في او الطريق هذه اللي هي هذا في تقول لنا تساوي واحد على عشرين زائد واحد على عشرين ويساوي لنا اثنين على عشر عفوا على عشرين تصبح لي بي لي ا آه. يساوي نقص من تصبح لنا واحد على عشرة هذه الأولى صحيت عاود شكرا وحدك نجو درك الآن تبعوا الله يفتح عليكم نجو الان الى بيلي بي بيلي بي نفس اللون نفس اللون نفس اللون درك نشوفوا نفس اللون وراهم معنا وحده زوج شوفوا طريق وحده زوج ثلاثه يعني وين يكون الالوان اما كحوله او حموره شوفوا نعد واحد اثنين ثلاثه ربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية هذا هو مطروكة يعني ترجع لي واحد على عشرين زايد واحد على عشرين زايد واحد على عشرين زايد يعني شحال كاين من مرة كامل ثمانية يعني هاك مباشرة صباح لنا ثمانية على عشرون على أستاذ كل طريق تعطيك واحد على عشرين واحدة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهذه كي نقسموها نقسمو منا على, ربعة, على ربعة. أربعة من على بعض صبح لي أربعة على من عفوا اثنين على خمسة هاي لي. فقط خلي الكلام ما قل الآن سي الكريتان من لونين مختلفين كريتين من لونين مختلفين هنا إما أن نخدمه بالحديثة العكسيه او نروحو نعدو كيف كيف بي لي سي كريتين مختلفتين معنا وحده حمراء ها كريتين مختلفتين في الوحدة وحده حمراء وحده كحله وحده ها واحدة وحده زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره حداعش عشر كم شفتهم قدام عينيك اثنا عشر على عشرون نقسم منا على ربعة تصبح لنا ثلاثة على خمسة حتى مكان متخمم ما والو على روحك لا ها أمر بسيط لونين مختلفين يعني هنا شوف الشجرة تاعك وين تلقى وحدة روج وحدة بلون عد وحدك وإلا الحادثة العكسية بيلي وإلا بيلي بي زايد بيلي سي تساوي لنا واحد لأن من نفس اللون ومن لونين مختلفين أنا نسحبه زوج فقط حدثتان متعاكستان بصح كي يكون السحب زوج فقط ثلاثه لا لا تولينا نرجعو من ترجع لي بي لي سي واحد ناقص بي لي بي تولينا واحد ناقص بي لي بي على من على خمسه نوحدو المقام هنا ترجع لنا ثلاثه على خمسه هاي ليكم طريقة الزوجه هذه دي الكو الكريتان تحملان رقمين زوجيين بيلي دي كريتان واش دير تحملان رقمين زوجيين صح رقمين زوجيين هذا الواحد لا هذه ما تفوتش كامل لان خلاص شوفوا لازم يكون هذا زوج وذا زوج ما نجول ذي هاي وحده زوج زوج هاي الزوج زوج زوج خلاص كاين هنا زوج زيد منا الثلاثة مستحيل الرابعه هاي وحدة كاينة هذه أربعة اثنين أربعة اثنين ربعة ثني ربع ربع الباقية واش ربعة مع خمسة مكاش وربعة مع واحد مكاش وربعة مع ثلاثة مكاش من منا ما تصدقش كامل ومننا ما صدقش كامل هنا تعطينا غير مع الزوج مع الزوج والزوج مع الرابعة سما شحال كاين والربعة مع ربعة مع الزوج فقط هل كاين طريق واحدة اخرى مكاش اذا مباشرة راح تعطينا ثلاثة على عش منين جبت هذه استاذ ها عاودوا شوفوا قدامكم ها الزوج مع الزوج ولا الزوج مع الربعة خلاص الواحد ما يجوش الثلاثة مع اي واحدة في ما وبعد الرابعة الربعة مع الزوج مع الثلاثة لا مع الخمسة لا لا الخمسة ما تطيح حتى مع واحد تسمى شعطتنا ثلاثة على عش انتهى خلاص واضح هذه كيفه؟ رقمين زوجيين نروح الان الى بي لي سي تقاطع دي وتابع جيدا نعتذر هنا برك ولادي سمحوا لي على بالي كاين اللي هنا نمو ثلاثه سمحوا لي ما فقناش لان ما خدمناش بها شوفوا هنا هنا كي نحو الواحد تبقى لنا اثنين وثلاثه وهنا كي نحو اثنين تبقى لنا الواحد وشكون وثلاثه سمحوا لي فقط سمحوا لي هنا ما. سمحوا لي فقط هنا نورمال ممكن تجي اثنين هنا مستحيل تجي اثنين جينا اثنين وهنا ثلاثة سمحوا لنا كان خطأ لكن ما أثرش على التمرين حتى درك فقتلو إذا هنا اثنين هذه ما تجيش هذه ما تجيش تجينا هذه فقط ولا تجينا هذه فقط يعني تجينا اثنين على عشرين وتساوي لنا شحال تساوي لنا واحد على عشرة سمحوا هذا الخطأ خطا صغير ما اثرش حتى درك بفقتلو صحه نجول الان الى بي لي سي تقاطع دي سمعوا ما هي تقاطع الحوادث تقاطع الحوادث معنى العناصر المشتركة بين سي من لونين مختلفين دي تحميلين رقمين زوجيين من لونين مختلفين لازم واحدة روج واحدة برو والأمر الثاني الرقمين زوجيين هذه مستحيل لأن هذا فرضي وهذا زوجي ما يدير والو حنا لازم يكونوا زوجيه طيح لنا هذه بيضه مع حمراء الطريق الاولى ولا طيق حمراء مع بيضاء الطريق الثانيه فقط طيح هذا الزوج ثم طيح لنا اثنين على عشرين وتساوي لنا واحد على عشرة استاذ ما فهمتش هذه انا شوفوا معايا واش وين هي الطريق اللي فيها لونين مختلفين يعني وحدة بلون وحده روج والرقمين تاعهم زوجيا هذه مع هذا فرد اذا زوجي ما يجوش هذا فرد اذا زوجي ما يجوش هذا زوجي وهذا زوجي يجوز شوفوا اللونين مختلفين بصح الرقمين زوجيين يعني هذا زوج هذا فرد ما يجوش هذا فرد هذا هذا زوج ما يجوش هذا زوج هذا فرد ما يجوش هذا فرد ما يجوش مع من يجي حمراء مع هذه فقط البقية منا ما يكزيستوش لأن هذا فردي سما تطيح لنا اثنين واحد على عشرة واحد على عفوا واحد على عشرة انتهى بعد ما انهينا الان من كل هذا خلاص رانا كملنا مع هذه جا دروك السؤال اللي بعده قال لي يؤدي سحب كرية حمراء إلى ربح 8000 دينار وسحب كرية بيضاء إلى خسارة 4000 دينار قال لي نعرف المتغير العشوائي إكس الذي يأخذ الربح المحتمل في اللعبة قال لي عين قيم إكس الممكنه تعيين قيم اكس شوف ولادي هنا غير بشويه ونتعلم يربح شوف شحال يربح يربح الاولاد 8000 كيجيب كي وحده حمراء تخيلوا يجيب زوج حمر يجيب ذي ويجيب ذي شحال يربح اكس ينتهي يربح 16000 هذه الاولى هذه وينتا لو كان يجيب زوج روج تخيل لو كان يجيب وحده روج وحدة بلون لاحظ صح زوج يجيب لنا زوج بلون كلمة يخسر معناه بالناقص ناقص ربع الاف ونزيدو ناقص ربع الاف هذه تعطيك ناقص ربع الاف وذي ناقص ربع الاف تولينا ناقص من الاف ما تتعلموا الفكره الان لو كان يجيب وحده حمراء ووحده بيضاء الحمراء يربح 8000 والبيضاء يخسر 4000 سما شحال تبقى تبقى 4000 بتفهموا الفكره ما فهمتش يا استاذ ها هي الحمراء وها هي البيضاء شحال تعطيكم, تعطيكم تعطيكم دي سما هذو هما قيم اكس هنايا لما تكون بلون روج بلون روج تعطيك 4000 بلون بلون تعطيك ناقص 8000 روج روج تعطيك 1600 هذو هما قيم اكس نتاعي بعدها واش قال قال عرف قانون الاحتمال متغير عشوائي. هنا معناه اش بغى يقول معناه حسب لي احتمال تاع هذا هنا نجو قانون الاحتمال قانون الاحتمال ان نحسب احتمال الحوادث بي ل اكس من اجل اكس تساوي ناقص ناقص آلاف. هذه شكون هي شوفوا معايا مليح زوج بلون زوج بلون هنا وين راهم زوج بلون نعاودو نشوفو هنا وين زوج بلون في الاحتمال تاعي ما نقلقو ما والو صح زوج بلون واحدة اثنين هايليك ليك معنا عدو زوج كحوله واحدة زوج ثلاثه أربعة خمسة ستة فقط تولينا ستة على عشرين وتساوينا ثلاثة على عشر هذه الاولى الان بي لي اكس يساوي لنا 4000 بلون روج بلون روج يعني زوج الوان وحده ولا هاي محسوبه كريتين من لونين مختلفين السي. السي وين راهي شكون هي سي سي وين راهي هنا ثلاثة على خمسة هاي قلنا شعال نعم اذا ثلاثة على خمسة نجو الان الى بيلي اكس لما يدينا ستاش مية اثنين روج كريتين حمراء تمثلنا بيلي ا بيلي ا راهي تساوينا واحد على من على عشرة نشوفوا هل يعني يكون واحد المقامات تعطينا واحد ولا لا هنا المقام لو كان واحد وهذا شحال تولي هنا تولي هنا عشرة وهنا شحال وهنا 6 شوف تولي تعطينا عشرة على عشرة صحيح تعطيها لنا روح جولاتي الثلاثه وهذه تسعة والواحد عشرة نلخص ذلك كليا في جدول ها نلخصو كلش في الجدول هنا نكتب هنا اكس اي وهنا بي لإكس من أجل إكس إي عندنا قيم إكس هي ناقص ثمانية آلاف عفوا وبعد أربعة آلاف وبعد ستاعش ألف الاحتمال توش لقينا لقينا ثلاثة على عشرة ولقينا ستة على عشرة ولقينا واحد على عشرة الجمع راح نسيبهم كيف بتعرف بلي صحيح اجمع تلقى كلش كيف كيف نجي الان الى السؤال اللي بعده احسب الامل اللي هو ال اكس يساوي لنا هكذا نعدو واحد اثنين ثلاثه يعني من واحد الى ثلاثه اكس اي في بي ل اكس من اجل اكس يساوي اكس اي. يعني خلي الكلام ما قالو هذا في ذا وهذا في ذا وهذا في ذا لما نجو ولادي نحسبو هذه النتيجة لما نجو قلت نحسبوها يعني نديرو جيب الآلة الحاسبة اضرب ذا في ذا زائد ذا في ذا زائد ذا في ذا حسابيا رايحين نشعر نسيبو إلي إكس نعم رايحين نسيبوه ألف وستمية أحسبو تشوما جيبو الآلة الحاسبة وبداو تحسبو إذن نعم نسيبو هذه ثم قال لي هل اللعبة مربحة؟ نقول نعم اللعبة مربحة لأن لإكس هذا كي لما يكون الأمل أكبر تماما من الصفر عرفوا بلي اللعبة راهي مربحة يعني اللي يجي يلعب عنده احتمال باش يربح صح نجو الآن إلى التبين حساب التباين حساب التباين اللي هو في لإكس اكس كقانون يساوي كيف كيف نعدو العميدة واحد اثنين ثلاثة يعني من واحد إلى ثلاثة اكس اي ناقص لإكس اكس الكل مربع في ماذا في بي لإكس اكس لما اكس يساوي اي هذا هو قانون نعم وكاين قانون اخر تنشره كيف كيف المهم اكس اي ناقص لإكس اكس الكل مربع في بي لي هذه. ما واش قصد استاذ راني يعني قصد هكذا اكس اي هي ناقص هاي ناقص 8000 في او لي اكس ها ناقص 1600 الكل مربع ضرب 3 على 10 زائد ومن بعد هذا ناقص ذا 4000 ناقص 100 1600 مضروبه فيه في ستة على عشرة زائد ألف ستاشن ألف ناقص ألف وستمية مضروبة في واحد على عشرة فهمت الفكرة ولا مازال؟ أستاذ هذا ناقص ذا لكل مربع في ذا زائد هذا ناقص ذا لكل مربع في ذا زائد هذا ناقص ذا لكل مربع ما هنا التربيع عفوا كل مربع هكذا كما داير القانون بعد ما نحسبه راح نسيبو في في X بعد ما نحسبوه راح نسيبوه هكذا خمسة واحد ثمانية خمسة واحد ثمانية أربعة وبعدها واحد اثنين ثلاثة وهذا الأصفر هذه القيمة اللي راح نسيبوها سما كي تجو وحدة وحدة وخمسين ألف وثمانمية وربعين ألف صح بعدها قال لي الانحراف المعياري الانحراف المعياري اللي نرمز له سيجما اكس يساوي لنا جذر في اكس روحوا جذروا هذه انجذروا هذه القيمه اللي هي جذر ونديروا واحد وخمسين ألف وثمانمية هكذا نعم راح تعطيلي لي سبع آلاف ولا اثنين وسبعين سبع آلاف وميتي نعم سبعة آلاف وميتي هذا ما أظن هذا لو كان نضربه في عفوا إذا قلت جذر نعاود جذر واحد وخمسين ثمانية أربعة صفر 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 نعم هذه هي قيمة الانحراف المعياري ان شاء الله راكم استفدتوا من هذا المراجعه الشامله قلت له غير الاخطاء ممكن التركيز واحد التعب وكامل المهم رانا حلينا ربع تمارين تمارين الاول الثاني الثالث الرابع تعلمنا كامل الافكار وهذه التمارين تلقاوهم هنا في الكتب تمارين من هذا النوع راني حل منهم بزاف من هذو كاين تمارين صعب على هذو بزاف المهم وكلهم موجودين في اليوتيوب في الاخر اولادي وابنتي لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحه والعافيه والترحم على رحمة الطاهره والسلام عليكم